بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحدك الصوماليات هل كان أسو استاغي إن أن كوبغادية فرحدة وناقة أي حصوص تمضن أي لا هاي ما أنتي رسولك عليه الصلاة والسلام أو ده شيء موليد كواي ما أنت هي هذا دولة نوال فصحي قانون كدل كان كميتها ما أنت مولود كان معلم في الصحيحين تاي بابليك هوليدي وحافك قلت لقوي يرادو ولكن ذلك سوما لد ملك سيد جوغان كوه في شغادة في الصحيحة كاعة كوه كربة وأوه هم بليين هنا وانا كوب بقادين هنا ما أنتو كرر ومعلم حصوص مدن فرحد مدن ما أنتي أول شيء رسولك نسوبنا عليه الصلاة والسلام واي ما أنتو وما أنتو مهم سنو انت سوح حصوصنا اي تاي أخلاقياتك لقنك صوبنا محاكو رأي توجيهين تي أمدى مسلمين تأوهي دين تي أو إلهي كسود جي رسولك عليه الصلاة والسلام وران كريمك آهي يا رسولك انتو جوغي هوقان كيسي صوبنا يسودتكم إنان حسنو كشاكينو كهذلنو إسحسوسينو مالين مضواهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مددي أو أمدى أو نورا دويد أو جوغي مالين تي محان كويرا داي وحي قوهر وصود غار الحرا إلا ما أنت أود منا يو عايد يقود بيسي أو قرآن كايك صود دقيسي أنت أود حيسي دقن كيسي سيدو أهاي إنان إنتان أخرنو إنت تقارنو أخرسين أمد أشيكتو كود ديسانو دابك عنو وحي أسمي جري أن سمينو وحي أودك كإلي جري أن كهرنو واي زمن زمن كي أونو راي كدوانا كنونا ظروفهن غارك او هدا جرو ورغس ان جيرنا لنا لكن مر والبا حصوص النبي عليه الصلاه والسلام زمن كستو ان جوغنبا وحي كولهداي دبقات يو راعد يو دبغردي كولنا وحنا را مركه دلك سوماليت ان ان حسوسيو وشيغو ولالها سيردا يو مخان كوراداي تاريخ الرسول عليه الصلاه والسلام يقاناي ان اي ولالها كلا وشيغان لا اسدغيستو لما قالوا كبعدنا لو عمل فلو لو ديسدو طريقي سوبنا لمرو وحو نغرب ان كهرنو وحو نفرين ان فرتونان ومانت مهمه اي لهدهي ومالنتاس ومالن فرحد له ومالنتي الهي الدنيا دن انو سكم دنبيس اي او توستو او الهي او مخو اه اوامرتيس ايو وناغيس او كسو دغ ان حريستيس اي كوتيمد نحريستاس مانتو كلا بلابتي او رسولك دارشيس كسو بلابتي إنان كفرحنو إنان قادنو إنان كدايسنو إنان دبكعنو أي واجب نقوة دمانتين تدك سوماليين ملك السعجوة أوهم بلينيا فرصة دانها لغا فايديستو فرصة تعليمات فرصة حسوسين فرصة تربية أولاد دينا أن كتربيين واي فرصة دا وحا إيلادهاي أن أغا فايديسنها دي أليرا آدي آدى وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.